وانت عايزني اجي معاك ولا احنا لوحدنا؟ ساكت ليه؟ ما تتكلم. ما زهقتيش؟ تاني هنرجع للكلام ده؟ قلت لك قبل كده 100 مره مالكش دعوه بحياتي. لو ما كانتش حياتك تهمني ما كنت سالت. انا عارف عنك كل حاجه. زمان حبيتي واحد وخلي بيكي وده اللي خلاك تفقد الثقه في اي حد، مش كده؟ بس ده انا السبب يخليكي تضيع حياتك كل ليله سهر واخرتها. تحب الرقص البلدي؟ انا بعرف ارقص بلدي جنان بجد؟ والله. زعلت مني؟ لا ابدا، انا زعلان من اللي بتعمليه. اهو بتسلى. في 500 طريقه ممكن تتسلي بيها غير اللي بتعمليه ده. مثلا تقعدي في البيت. ايوه، احط وشي في الحيط واقعد اكلم نفسي. انا بدور على الحنان يا خيري. وبالطريقه دي هتلاقي الحنان اللي انت عايزاه. انت عايزني علشان تديني درس في الاخلاق؟ لا ابدا، كنت عايز اتاكد من حاجه واتاكدت منها. اقدر اعرف ايه هي؟ بتحبي تظهري بمظهر غير حقيقتك. ماما ماتت من زمان وبابا ليل نهار مع شلته واصحابه. عمري ما لقيت حد يعطف عليا ولا حد يحس بيا واحكي له الف قلبي. وقابلته بعد كده مرة واتنين وبعدت عن كل أصحابي، ومن كام يوم فتحني في موضوع الجواز. خيري، مش عارفة أقولك إيه، بالرغم من كل اللي عرفته عني برضه مصممة على الجواز. مديحة، أنت كنت ضايعة. كل إنسان بيمر بظروف دي وبيغلط، المهم إنه يعرف غلطته ويصلحها. حياتك قبل كده ما تهمنيش، كل اللي انا عايزه منك مستقبل من غير غلط. الكلام اداني ثقه في نفسي. صدقيني يا سوسن، عمري ما هخليه يندم على اللي عمله. انت تستاهلي كل خير يا مديحه يا حبيبتي. لكن ما قلتليش ايه كنت عايزاني في ايه الحقيقه. انا كنت جايه عشان اصل ايه يا سوسن، مكسوفه مني؟ عايزه فلوس؟ عن إذنك ثانية واحدة. مديحة، أنا هرجعهم لك قريب، أخفى عليك يا وحشة، ما تقوليش كده. بحبها عزة، ما أقدرش أستغنى عنها. طب ما تتجوزها؟ عاوز بس مش قادر. عشان مضيع؟ وانت مالك ومال مضيع؟ كل انسان بيغلط. زي ما انت بتحاسبها على ماضيها هي كمان ليها الحق تحاسبك على ماضيك. يا عزت، تصور اكون ماشي ولا اتنين بيشاوروا عليها او بتوشوشك. المهم انت وهي، فكرك بعد الجواز هتخونك؟ لا خلاص،
حياتها قبل كده مالكش دعوه بيها. ايوه بس مجتمعنا مجتمعنا عايش على افكار سخيفه وعارف كده وعاوز يتخلص من الافكار دي وخايف. خايف زيك تمام. حسن ما تترددش اتجوزها. كلها من غير ما تسأل فيها. تعرف اني كنت حاطة على الأمل. اعذريني يا حبيبتي. أنت سافرت من هنا والدنيا اتطربقت على دماغي من هنا. ليه؟ طمنيني أنت قبلة، عملتي إيه؟ شفتي سمير؟ كلمتني مرة في التليفون وعزمتني عندها. بس أنا ما رحتلهاش. أنا قررت إني ما أشوفهاش تاني ومش هشوفها. مش تبارك لي يا حسن؟ مش تعلمت الآلة الكاتبة وحبقى سكرتيرة قد الدنيا؟ هتسيبي محل الورد؟ طبعًا، مش كده أحسن. أحسن أوي. ومديحة أخبارها إيه؟ اتجوزت. اتجوزت؟ أيوه. مين؟ واحد ما تعرفوش أنت، حباه وحبته. وبكل بساطة راحوا متجوزين. مالك يا حسن؟ مفيش. وإيه تاني؟ حاجات كتير، مش عارفة أبتدي بإيه ولا بإيه. المهم انت وحشتني قوي. انت جاي في اجازه؟ لا اتنقلت كف الدوار. اترقيت يا حسن؟ برضه لا، انا اللي طلبت نقلي. بعد ما سافرت حياتي بقت جحيم. اقعد في البيت كل حته فيه كانت بتفكرني بيكي. اخرج الهمس والغمز عشان حكايه الخطوبه وفسخ الخطوبه. قلت مفيش غير اني اسيب البلد. انا اسفه يا حسن، سببت لك في متاعب من غير قصد. خلصنا منها. وهتسافر امتى؟ بكره. بكره؟ ايوه. تيجي معايا؟ وده سؤال يا حسن. تحب اخد لك شقه في اسكندريه ولا في الرمل؟ وليه ما يكونش كفر الدوار؟ اسكندريه احسن، بعيد عن الناس وكلام الناس والجيران وقرفهم. وهنرجع نعيش زي ما كنا في طرطوس؟ ما احنا كنا مبسوطين لولا. مش يمكن في اسكندرية برضو تخلق لنا مشاكل؟ مشاكل زي ايه؟ انا عارفة الامر ما يخلاش. ما تخافيش، تحبي تاخدي مامتك معاكي؟ هفرش لكم شقة شيك وهساعدك في المصاريف. انا مستعد لكل طلباتك. اذا كان على الفلوس انا هبنيلك فيلا وافرشها لك. مالك يا سوسة؟ ما بترديش ليه؟ حسن، انت بتحبني؟ وده سؤال برضه يا سوسن. امال اللي عايزنا نعيش زي الاول؟ قصدك من غير جواز؟ انا فكرت كتير في الموضوع ده وبقول ندي نفسنا فرصه كمان ونسيبها للظروف. سوسن انا بحبك ومش قادر اعيش من غيرك. مش قادر تنسى سوسن اللي قابلتك اول مره وخدت 5 جنيه؟ ايوه قولها بصراحه. مع الوقت هنسى، ساعديني اني انسى. هتيجي معايا؟ ما اقدرش ارفض لك طلب. كنت خايف تقولي لا، كنت خايف ما تفهمنيش. انا فاهمك يا حسن واعذراك. مهما كان انا اختك والاخت تتحب، بس اخوها ما اتجوزهاش. سوسن هستناكي بكره على المحطه الساعه 12.